سي كريم. عندنا ان بروجي تكوين فريق شباب تشبيه فريق اللي كان سنه فريقه لعبوا ست الاماكن الاولى، وبالطبع نشوف احسن في كاس العرش. واخا بعجاله، كيفاش نهضت بركان كنتي متابعها في يعني في مستحقات ديالك؟ شويه من المتابعه حتى ولات تفاوض عوده الفريق. سؤال في نفس الموضوع هو واش كانت النزاهه في 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 في, في, في يعني في المغرب الفاسي للبقاء، لانه كثرت القيل والقال، المقابله الاخرى، عدد الجمهور، الهواتف. دونك اولا لم اتابع يوما ولا ما تكلم يوما على الديت، كانت علاقاتي الاخويه بالسيد رئيس بن الاخوان، هناك بعض الصحفيين سالوا حمقى يبغي يدخلوا في الموضوع، وكنت جاوبته عدة مرات بانني لم اتابع يوما ولن اتابع نازك، كانت علاقه اكثر من اخويه. طبعا كان هناك ناس تريد ان تتبع في المياه كثيرة، فاستغلت الظروف وتلقات الدعايات اللي عقدت مسؤول الرئيس في الجميع، لكن انا كذبت الموضوع واحسن دليل انني موجود الف مكان. ثانيا انا امام الله شهاده ليا انا والسير رشيد العالمي سيرنا عن قرب المغرب فاس، لم نتعامل باسلوب غير رياضي في جميع المقابلات، والله شهيد. لم نتكلم مع اي حكم ولا يعني كانت هناك حوافز ماديه للاعبين فقط. انا كنت ثابت في عرش طول شهرين او ثلاثه اشهر من راتبي حتى نسهل المأمورين المادي للاعبين. ورشيد علامي معروف بشخصيته، معروف بالنزاهه ديالو، ولكن سمحهم الله معقلون للرياضه وكره القدم خاصه، وهذا اشهد امام الله. لم نتعامل بهذا الاسلوب مع اي حكم، حتى مع الحكام ظلموا بسبب غير معروف. فرشيد علامي كبير اكبر من هذا الشيء، وانا لا ارمي الهروب، انا لم اره يوما منذ مغادرة في الفاس، ولكن اشهد في الرجل انه كان يزيد. رغم انك هناك كوسر ماسير يتصلون بنا ففردنا فقلنا لا، المغرب فاس ما عندهاش رجال داخل الملعب وخارج الملعب باش تبقى فتره الاولى فتسكت. الحمد لله بقينا بالعرق، العرق ديال اللاعبين، النزاهه ديال اللاعبين، كون كانت تكون اخطاء، ولكن ما خصناش الامور لحد الساعه. انفي ما قيل وما اشير بالتعامل غير بس طالب. انتم دابا بركان كمدرب وفي نفس الوقت سي قشاع رئيس الجامعه، يعني هذه العلاقه ما بين رئيس الجامعه وليكيب، يعني واش سان بوش با ليكيب باش تمشي اكثر؟ يعني كيفاش تساعدكم انتم كمدرب على العلاقه بين الجامعه و انا ارى في سي قشاع رئيس النادي ولا ارى فيه رئيس شيء اخر. رئيس قشاع يتعامل معنا كرئيس محترف، انه في مدير جميع الامور التقنيه ولا حتى تسير فرق. عبد الرب هو المناجي جينيرال، يعني نتعامل باسلوب احتراف محض. فالسيد القجع يتصل بي كل يوم الاثنين او يوم قبل المقابله لمعرفه يعني اللاعبين، صحه اللاعبين، الغائبين، ولم يعاتبنا يوما. هذه انا اشتغلت مع سبع اشهر سنه الفريقه، وهذه السنه لحد اليوم دائما يتصل لرفع المعنويات. اننا تعبنا في مقابله البلد ديالنا، فاتصل بي شخصيا ورفع من المعنويات لنا ورفع من المعنويات اللاعبين، والان يتعامل معنا كرئيس نادي ولم يتكلم يوما على رئاسه الجامعه. نعم دابا كيفاش كنشوفوا عبد الرحيم طالي باللغه العربيه؟ يعني كيفاش الفريق اللي كان فيه مجرد ما انه كيغادروا الفريق كيكثروا فيه المشاكل، بداوا بالنادي المكناسي مرورا بالوداد مرورا بالفاسي ونهضت بركان. يعني نهضت بركان كنتي فيها وكان ترجمتي ربما عاد تشجعت هذيك الحيويه ديالها والنشاط. شنو سر في هذا العمل؟ السر هو العمل، العمل والجديه. بكل صراحه النادي المكناسي اشتغلنا بكل قلبنا، وللناس اللي ما كتفهمش انني عبد ربي مختص من ناحيه السيكولوجي والعمليه مع اللاعبين، فانا كنشتغل مع لاعبين كاب وكاخ، احاول دائما ان اقرب اللاعبين وادرس مشاكلهم، المشاكل ديالهم الداخليه والعائليه، واحاول بطرقي البيداغوجيه وحتى الماديه ان افتح يعني او اسهل مشاكلهم. فاللاعب تيكون دائما يصارعون مع النادي رغم مشاكلهم الداخليه للمدرب، لانهم يحبون المدرب، وهذا هو
والسر. السر ديال العناء. فالنادي بكاس لما غادرته درجه اولى سقط الدرجه الثانيه. الوداد الصف الثاني فيها مدرب اللي لما تكلم عليه يعني تكلم عليه يومين انه يستحق الكلام انه دخل بطرق غير رياضيه. فالشيء الوداد في اي وسط بركان انا ممكن كان عنده مشكل انا لا اعرف طبعا كنت مشتغل مشغول بالعمل ديالي مع الوداد ومع المغرب الفاسي ولكن دائما هذه المبدا عندي هو لا اعيش من كره القدم والقدم بالنسبه لي اعبر به جئت بها عن طواعي وعن حب ليس ابحث عن الماديات انا الحمد لله كاستاذ جامعي وكمدرب محترف اشتغلت خارج الوطن ما يفوت 3 سنه فمستقبلي وراي رجعت للمغرب اصلا لاعطي ما املك من تجارب خارج الوطن من وسائل اكاديميه علميه لا تشمل ولكن كتلقى الاجواء غير صافيه ولوبيات وكذب والى اخره انا اغادر. هل هذا معناه بان المديريه التكوين الان اللي هي بصدد الاعداد انها غتفشل؟ يعني كاين لوبيات كما قلتي وهذا انا لا اتكلم على الجامعه اتكلم على المديريه اتكلم على النوادي. هناك نوادي لن ينجحوا يوما لان كل لوبيات مستقره حتى انا تفوجئت بان عده لوبيات في الوداد تركته في 1999 وانا افوز بكاس العرش كمدرب رسمي شباب صغار حتى اجدهم مازال موجودين بالهواتف النقاله والسيارات وانا اعرفهم جيدا هاد الناس هادو لا يتركون الفريق يمشي الى الامام وماشي في الوداد جميع الفرق اي فريق كاين واحد المجموعه تريد ان تعيش من المسير ومن المدرب فالتعامل معهم يكون ضعف ولا لا اتعامل معهم ولن اتعامل معهم يوما الحمد لله على كل واحد وشخصيته وعنده الكرامه ديالو يكون عنده واحد عنده وسائل ديالو الاكاديميه للعمل. ما هو تقييمكم للبطوله انطلاقه ديالها؟ البطوله هذه السنه هذه من احسن البطولات اللي غتكون علاش؟ شفنا في هذه المقابلات جميع الفرق عندهم نفس المستوى لا التقني ولا البدني لماذا؟ لان الجامعه اشتغلت في هذا الموضوع دفعت يعني مبالغ ماليه بدايه السنه للنوادي وهذوك المبالغ ساعدوا الفرق من جلب اللاعبين الجولو ومن قيام معسكرات يعني وعقود مع مدربين وادفع فهذا كنظن ان الجامعه عندها واحد الدفعه ماديه ومعنويه من الناحيه هذه كنظن ان المستوى متقارب. واخا كيفاش استعجلتوا المقابله ديال العاب انا لا لم استعجل بالعكس انا استعجل جميع الفرق احنا بدينا في 16/6 بالمرشد بدينا بتقييم التقني بدني على اللاعبين اخترت اللاعبين اللي غادي يمشوا معايا في السفينه معظمهم 90% كلهم شباب كنتو فرق سنيه الشبان فرق اولمبي بالنسبه للاعبين فرق منتخب الشبان منتخب اولمبي هاد اللاعبين كيبغيو هما يديروا البدنيه التقنيه ديال المملكه العربيه وفي نفس الوقت الهدف الثاني هو ندفعوا العجاله ديال المنتخب الوطني كنساعدوا المنتخب الوطني هاد اللاعبين في المعسكر المغرب اذا تركنا اي مقابله يبقى الناس تسجيلها مقابله